معس. سمعت الخبر؟ انا ما سمعت الخبر. في شنو؟ قالوا بيشي عاوز اترشح تاني. يو السلام عليكم ورحمة الله، رجعت اليكم تاني معاذ عثمان داقي جرس وعزيزي بيشا. عزيزي بيشا حبيبنا بيشا قالوا انت ما عاوز تترشح تاني، لكن في قيادات عاوزك تترشح، قيادات شعبية، قيادات طرق وزر، يعني نحن بنحبك وعاوزين ننصحك لوجه الله تعالى ما تترشح تاني. اصلي احنا خايفين عليك، صحتك بقت تعبانه، الركب ضغط، قالوا نحن عاملين لك نفسيات، شعبي متعب والله، شعبي متعب. فانت شنو؟ وخذ راحتك وخذ اجازه، امشي ماليزيا، نقاها في روسيا، لا هاي قالوا جميله جدا في الشتاء. انا متاكد في واحد حجي ناطي يقول لي يعني انت قصدك بش ده الرئيس ما كويس يعني ولا شو؟ لا لا انا ما قصدي كده، انا ما قصدي كده. انا مما قمت من 1989 مما ولدوني كده لقيت الرئيس ده بشة ما في غيره اصلا، يعني انا ما شفت حاجه غيره، فما بعرف يعني هو احسن رئيس في رايي. احنا عاوزين تجديد، يعني ما ممكن كل يوم ناكل تشيكن جاتو بيتزا، عاوزين نغير، عاوزين ناكل فول مره كده، نشتاق لك يا اخي نشتاق لك. بعدين احنا ما عاوزين الرئيس براوي يرتاح، يعني الحكومه دي قاعده تعبت معانا كلها، يعني الحكومه دي كلها كده تمشي ترتاح، كلكم امشوا لا هاي اقصد ماليزيا سمح. بعدين يا اخي والله فتلنا معاكم، يعني كل مره احنا بنمرق الشارع نقول لكم الشعب يريد الشعب ما عاوز حاجة والله. ونحن قلنا لكم الشعب يريد تغيير قمتوا غيرتوا لنا العملة، قلنا لكم الشعب يريد تغيير قمتوا غيرتوا لنا الوقت، الشعب عاوز تغيير من نوع تاني يعني. اوكي مش قلت لك الكلام ده؟ اوكي انا احب بس اصحح كلامي عشان ما فزول يفهمني غلط، انا ما قصدي حاجة. نحن بنحب الحكومة وبنحب الشيء جدا وما عايزين اي تغيير، وبرنا كلها ساطعين الحمد لله، نحن عندنا التعليم مجانا وصحة مجانية، اهم حاجة نعمة الامن، اكثر من 90% من ميزانيتنا قاعدة تتصرف على الامن والامان. فاحنا حقيقة يعني محتاجين السودان لحماية من العدوان الامريكي يعني. وده كلام بالرؤساء، نحن ما بخصنا كثير يعني هو الرئيس بس. انتوا رايكم شنو؟ انتوا دايرين بشي يترشح تاني؟ انا قايته على الرأي دايروا يترشح تاني وتالت 20 مرة زي ما هو داير. انتوا اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، لو عجبتكم الحلقة دي ممكن تحضروا الحلقة الثانية من هنا. وفي النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، استنونا الخميس الجاي لو بيك فيها خميس جاي. وهذا اسمع الثاني جلس، السلام عليكم. That was good. That was okay.